الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا، وسهل الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعة مستندا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. أنت الكريم وقد وجهت يا صمد إلى عطائك وجها سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلم، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا إليك يا خير من مدت إليه يدا، علمت أنك ذو جود وذو كرم، هيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا. وقد مددت يدي بالذل مشتاكيا